قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للرعاية الصحية، موضحة أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عملية إنقاذ الأرواح. وأكدت الأونروا أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك. وفي سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن انعدام الأمن والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية.